طيب احكي لي اكتر عن يعني البيت بقى وانتوا قاعدين بتتفرجوا، باباكي زملكاوي، مامتك وخالك اهلاويين، يعني خلينا نعرف برضو الاجواء كانت ازاي. هو يعني هو ده حصل اوقات قليله قوي، لان انا بابايا ظروف شغله مخليه مسافر بره مصر اكتر الوقت، وبهديله طبعا تحية. هو اكيد بيتفرج. مفيش مباراه في البيت كده او حتى في استاد فاكره كواليسها شويه؟ وانا صغيره يعني بصي مش هبقى فاكره قوي، بس طبعا يعني مع اي جون طبعا بيجي بقوم بهيص، حتى لو مش عارفه ايه اللي بيحصل وبتاع، بس كان في طبعا اجواء الاحتفالات دي. ليه لو كنتي بقى صغيره هنا كانت قريب الصوره دي صح كده؟ الايه؟ دي كانت في، لا ده من قريب جدا. في تصفيات كاس العالم اللي فاتت. ده كان بتبقي مع مين بقى؟ مين برضو اللي بيروح معاكي كان وقتها؟ هنا كنت انا وجروب صحابي من اسكندريه، وانا فاكر كنا قاعدين في ثالثه يمين اظن. ليه بتحبي تقعدي في الدرجه الثالثه برضو؟ ده كان سؤال حد اعرف. بصي دي كانت في مباراه الاهلي، بس مش فاكره انهي واحده بالظبط. لا يعني طبعا محمد صلاح. واحدة واحدة يا جماعة عشان كل صورة ليها قصة. واحدة واحدة. طب خلينا في الصورة الأولانية. أوكي. كنت فيها مع صحابك وكان المنتخب بيلعب. أيوة صح كده؟ طيب خلينا طيب في الصورة دي هنا، التقيتي بصلاح، احكي لنا كواليس برضو اللقاء دي. ده كان في معسكر منتخب في برج العرب، وكان بعد ماتش على طول طبعا زي اي مشجعه بنجري ورا وفخورا يقول. ايوه عادي جدا يعني. لا كنا يعني كنت انا واصحابي رحنا بعدها يعني قريب من المكان الفندق الاقامه بتاعهم، وبالصدفه البحته يعني لا مرتبه ولا اي حاجه يعني، وشكلي عادي اللي هو طالع هنا عادي يعني، وشفت محمد صلاح كابتن كابتن ممكن ناخد صوره بس، وعدت كده. بس هو شخصية محترمة طبعاً جدا وفوق الوصف جداً. يعني. طيب معانا صور تانية؟ في صور تانية؟ ده فين بقى؟ دي في المجر، كانت تبع مسابقة اسمها قوي قلبك. كان الفريق بتاعنا كانوا مختارين ناس معينة يعني من مصر ومن القاهرة واسكندرية، نروح باسم مصر يعني نلعب ألعاب زي أولمبيك جيمز كده، في برنامج اسمه قوي قلبك. ده كان بعد يعني بعد المسابقه. ايوه. احمد فهمي طبعا حبيبي. احمد فهمي اهلاوي اهلاوي. يعني هو وهنا اصحابي جدا، هنا زملكاويه وهو اهلاوي، فدايما بيبقى في صراعات برضه بينا. دي كانت في ميس بان ارمينيان جيمز في ارمينيا، واخدت برضو تايتل الوصيفه الاولى لملكه جمال العاب الاولمبيه. ده في اسكندريه.